محمد علاو ناشط حقوقي من اليمن. حضرنا اليوم مشاركة في هذه الفعالية الاحتجاجية لمطالبة المجتمع الدولي بوقف الإرهاب القطري وتمويله الذي دمر العالم العربي عن بكرة أبيه. اليوم ما يعاني الشعوب العربية سواء في اليمن أو في مصر أو في ليبيا أو في تونس أو في العراق كله بسبب الأموال الليبية التي ضخت إلى التنظيمات الإرهابية التي دمرت كل شيء جميل في العالم العربي. أعتقد أنه مسؤولية المجتمع الدولي اليوم تكون أكبر في محاسبة وتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الإرهاب التي تواطأ فيها والتي تورط فيها النظام القطري سواء كان أيام الأب أو أيام الابن حمد تميم بن حمد. وهذا هو مشروع لابد من أن نتكاتف جميعا كعرب للتخلص من هذا السرطان الذي أدمى قلوب كل العرب. وشكرا جزيلا.